أنا في تصوري المرحلة المقبلة أو الأسابيع أو الأيام المقبلة، حتى أكون أكثر واقعيا، الأسابيع والشهور المقبلة ستشهد دراسة كل الملفات الخاصة بالعراق تحديدا، يعني على أساس أن كما أشرت المشكلة ليس هو نحن نتحدث عن الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والاستقرار العسكري وكل هذه واقتصاديات العراق ودول وعلاقاتها مع دول الجوار وكل هذه وتعرضها لعمليات إرهابية وكل هذه الأشياء. وبالتالي أنا لا أعتقد أن وخصوصا يعني أن كما يقال بايدن ليس بالشخص الجديد بالنسبة للعراق، هو شخصيا زاره أكثر من 20 مرة، يعني حتى من أيام ما كان عضوا في الكونغرس الأمريكي أو مجلس الشيوخ الأمريكي، فبالتالي يعرف العراق ويعرف من هم العراقيون ومن هم القادة الذين قاموا بتخريب أو بحماية العراق أو وصول أو مشاركة في ما حدث وما يحدث في العراق. هذا بالإضافة أن كل أطراف الفريق المشارك لهم بشكل أو آخر خبرة مباشرة مع العراق والملف العراقي، على أساس أن كل القضايا العراقية حتى لا تخفي الأمور ولا يعتقد بعض العراقيين أن أمريكا ليست لديها إدراك كامل أو شامل، هناك إدراك شامل وكامل بما يحدث بتفاصيل بما يحدث في العراق والأفراد والميليشيات وكل هذه الأشياء، ولكن هناك طبعا نوع من التروي الذي يجب أن نراه في إدارة بايدن. هل هو يريد التعامل مع إيران مع تهران مع العراق في إطار تعاملها بس تعاملها فقط من خلال المنظور الإيراني، أم أنها تريد أن تتعامل مع إيران مع العراق بإطارها الشامل ليس فقط من منظور جميل. إيران ومنظور مواجهة إيران؟